الذي يأتي بالترتيب الأول من بين أكثر السرطانات انتشاراً خاصة عند النساء. معظم الحالات تشخص في مراحل متقدمة مما يدفعنا للتأكيد عن أهمية التشخيص المبكر الذي يزيد من نسبة الشفاء ويقلل الوفيات. سوف نتطرق بسرعة لعوامل الخطر التي تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي. بمناسبة الشهر الوردي نظم ديوان مؤسسة الشباب يوم تحسيسي حول سرطان الثدي عند المرأة، وذلك بمشاركة عدة جمعيات أو أطباء يعني خواص، ونهدف من خلال هذا اليوم التحسيسي إلى تشجيع المرأة عن الكشف المبكر لمدى أهميته في الشفاء من هذا المرض، وكذلك تشجيع المرأة على الرياضة خصوصا أنها من بين أهم الأسباب التي تقينا من مرض السرطان، وكذا تساعد في رحلة العلاج. كما نظم ورشة تطبيقية احتوت على تعريف بالرياضة عند النساء، وكذا ورشة تطبيقية للأطفال. هذا يوم تحسيسي لسرطان الثدي، إن شاء الله اليوم راح نحاول نفهموا النساء كيفاش يقوموا بالكشف المبكر الذي يزيد من نسبة الشفاء ويقلل الوفيات، ونؤكد خاصة على أهمية الفحص الذاتي وأهمية التصوير الإشعاعي الماموغرافيا للكشف المبكر لنزيد إن شاء الله بنسبة الشفاء. نظمنا هذا اليوم التحسيسي لفائدة النساء، وذلك تحسيسا لهن بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك بأهمية الرياضة في الوقاية من هذا المرض الخبيث. ندعو بشفاء لكل من أصابهن هذا المرض. كما نشكر السيد رئيس مدير ديوان مؤسسة الشباب لولاية عنجرة، هو السيدة رئيسة الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي فرع ولاية عنجرة.